النهاردة هنتكلم عن ولاية الأغدور. ولاية الأغدور طبعا معروفة إنها ولاية شيك جدا وأنيقة في التقديم. هي عملية جدا كتصميم وكاستخدام. أولا تصميمها النوافذ دي علشان هي نوافذ شفافة علشان نعرف محتويات العلبة من غير ما نضطر إن احنا نفتح الغطاء. كمان في حاجة مميزة فيها الغطاء بتاعها، لو بصينا كده فوق هنلاقي المربع ده علشان يناسب القاعدة بتاعتها. لما نيجي نقدم عليها بنحطها كده، ونحط الغطاء بالشكل ده، تبقى في التقديم كده بولا شكلها في منتهى الشياكة، شيك جدا مش هتقع. ده الموديل اللي معانا في العروض الأسبوع ده، موديل بجليتر. مش عارفه الكاميرا كده هتظهره ولا لا، بس حتى الغطا كمان فيه جليتر، الغطا كمان من الوش والظهر. دي المقاس 1.5 لتر، ده المقاس 2.5 لتر، شيك جدا. كمان ليها استخدام تاني، ان احنا ممكن نستخدم العلبة الكبيرة دي كعلبة للتورتة. الغطا مميز ان هو ليه يد، يعني سهلة المسك. نحط الغطا كده ونحط مثلا الكيكة او التورتة او اي حاجة بتاعتنا في الجزء الغويض ده، نغطيها بالباقي بالشكل ده، تبقى علبة تورتة برضو متنقلة معاكي برا البيت. المجموعة دي جميلة جدا جدا، انا بنصح بابتنائها. طبعا قفل الغطا زي قفل الموتسون الدائرية، نقفل كده كده وبعدين نفرغ الهواء بالشكل ده. دي بولات الأوت دور.